هو لا شك أن نور الإسلام بدأ خافتا، كان رسول وحده صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ الناس يدخلون في الإسلام، بدأ شوي 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 شوي, شوي, شوي لين قويت شوكة المسلمين، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ثم صارت الدولة وصارت الخلافة الإسلامية وانتشر الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ في آخر الزمان، أنه سيعود المسلمون سيكون قلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على لكع ابن لكع ابن لكع، يعني كافر ابن كافر ابن كافر، يعني لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله، ويأتي أقوام من أمتي يقول أحدهم الله، فيقول وما الله؟ قال كلمة سمعتها فأنا أقولها، أو لا إله إلا الله عفوا، يقول لا إله إلا، قال كلمة سمعتها فأنا أقولها، لا ولا يعرف لا صلاة ولا صيام. فقال أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم وهل تنفعه؟ لا، قال تنفعه لا إله إلا الله. فالقصد أن نعم سيعود الإسلام غريبا، لكن متى؟ في آخر الزمان وليس الآن.